انطلقت المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ مصر، بتنضم بقية الشركات للمنظومة تباعا حتى نهاية يونيو 2021، في خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها بتعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، ما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. قال وزير المالية أن الفاتورة الإلكترونية ستحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.